بعد كده بندخل على الجزء اللي بيتميز بالزامل اللي هو اطارات الانارة او الفريمز، هما متميزين جدا بالفريمات تمام اللي بتستخدم في الانارة بالفريم في الاطارات. طبعا اطارات الانارة دي في عندهم شغل كتير جدا في الفريمز. اطارات الزامل مصنوعة خصيصا للخفض من حدة الوهج او الجلير الصادر من اجهزة الاضاءة المباشرة على العين واضافة شكل جمالي للمكان المضاء، صنعت خصيصا باستخدام مواد بلاستيك مقاومة للحرارة، دي مهمة جدا تساعد على الحفاظ على العمر الافتراضي للمنتج بتاع الاضاءة المستخدم، مناسبة مع لمبات الزامل القاعدة بتاعتها اللي احنا قلنا عليها جيو 10 في الصفحة اللي فاتت تمام. ده اللي هو الفريمز بتاعت الزامل، وفيها منها اشكال مختلفة زي ما انت شايف كده، ده فريم، ده فريم مختلف، ده فريم تاني مختلف عنه، يبقى انا بقدر اغير الفريمات تمام حسب اللمبة بتاعتي اللي انا بستخدمها.